Baik, kita akan memulai kembali dari memulai melanjutkan kembali dari apa yang sudah dimulai sebelumnya di halaman 60 ya. Halaman 60. Silakan di dari Ayat 62. oh ayat 62 apa apa apa. Ya, Kak. Halamannya Halaman 58, Kak. sebentar. Rabbana. Ya, silakan. Silakan Ufi Nurul. Bukannya Rabbana ya, Ustaz? Gimana? Enam. Oh ya, ini ya, Inna hadza. Oi. Oh, iya. Saya duluan, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. نعم يا أستاذ. بنور يا وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى صحيح يا أستاذ، تفضل يا أستاذ. صحيح، نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و مولاي دري إله يا شيخ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا لا 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 ولا لقي ولا تشرك بشيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا بعضنا أربابا من دون ulang ulang Syekh لماذا ضعيفة هكذا يا نور؟ لماذا تقرأين بضعف هكذا؟ أختي نور kenapa suaranya seperti lemah begitu? Kenapa lagi sakit? ليس صوتها، هي تقرأ بضعف في الأحكام، يعني أنا أسمع صوتها جيدا لكن هي ضعيفة، يعني لماذا تتردد؟ لماذا تتردد في القراءة هكذا؟ المفروض Kenapa يعني الأول ragu-ragu يعني bacanya katanya kata Syekh. Kenapa hari ini berbeda seolah-olah ragu-ragu bacanya? Silakan yang pendek saja kata Syekh. Ukhti Nurul silakan. Bisa yang lain dulu Kak Ustaz. ولا نشرك به، لانجوت Lanjut lanjut kata Syekh. Mana ya? Oh ya, wala nusrika bihi syai'a wala yattakhidza ba'duna ba'dana rubabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna
إنا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا وما الله. أنزلت التوراة والإنجيل إلا من توراتي بعد يا نور، التوراتي ولا التوراة؟ توراة أنت قلتي وما أنزلت أو التوراة والإنجيل. سلام، استغفر توراة الله. ضمة ليس كسرة. نعم، صحيح، استغفر. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. Ini tashil dan ibdal. Hantum dan hantum ya Syekh. Dua سلام. kali baca. تسهيل وإبدال عندنا. Hantum kemudian هانتم hantum. إبدال، هانتم تسهيل. Nah, itu dua kali baca ya. نعم. Ibdal dulu, 6 harokat. نعم. Ulang. أنتم هانتم seperti itu Syekh. نعم يا هانتم ها لا أجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا اقرأ يا نور جيدا يا نور. يا نور، ايه نور، هلو مطي نور. Saya kehilangan bacaan Ustaz. gimana gimana sih halo Saya kehilangan bacaan. Bentar Ustaz. اللهم في يوم. ما المشكلة يا شيخ خندرة؟ يعني مشكلة في ممكن نظارة عفوا. طيب. ada gangguan dari Ustadz. Silakan. Mana sudah tadi? Fa antum ta'lamun wa kana Ibrahimu Yahudiyya wa la lanjut. Nasroniyya. ما كان Iya. إبراهيم، Iya. ما كان إبراهيم. Naam Syekh. Iya, makana. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina attaba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu والله ولي المؤمنين
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. طيب يا نور، جزاك الله خيرا. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Akhi Ukhti Nurul Azmi. Selanjutnya, silahkan. Siapa selanjutnya? Akhi Abdullah Azam masih sakit ya? Baik, Ukhti Fauzi ya, silahkan. Ya atazir akhuna Abdullah Azam ya, syuhana mazala mariyad. Walakin لا لا، وفقه الله. معنا الآن. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، سلام. أختي فوزية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوزية. وإن يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. هذا شيخ هندرة المصحف. ومن أهل الكتاب من تمنه وين يستد. نعم ومن أهل الكتاب من تمنه بقنطار يوديه انظري تقليل قنطاري. ومن أهل الكتاب من تمنه بقنطار يوديه إليك يوديه إليك ومنهم من تمنه بدينار لا يوديه إليك لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم في الآخرة 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 ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك يا أستاذة فوزية، جزاكم الله خيرا. Baik, terima kasih. Barakallahu'alaikum. Selanjutnya, selanjutnya Ustaz Laila, silakan bismillah. ما شاء الله، هذه الصفحة كلها أحكام ما شاء الله. نعم، السلام تفضل عليكم يا ورحمة أستاذ. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ. نعم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ارفع يا شيخ اندرا، نعم يا شيخ اندرا. طيب وإذ أخذ الله لا، ميثاق نعم وإذا أخذ، نقل وإذا أخذ، وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق نبيينا يا شيخ نبيينا نعم، النبيين هكذا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين سلام سلام سلام، انتظري لما عفوا انتظري يا عفوا ليلى، يا ليلى نعم انتظري، اسمعي. بالنسبة للنبيين هكذا نقرأ عفوا النبي ماذا بدل يا شيخ عفوا نعم، مد بدل، عفوا نعم نعم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أن لا، ليش؟ مد واجب نعم متصل، الله النبيين. نعم النبيين لما آتيتكم آتيناكم، آتيناكم، آتيناكم 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 من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال نعم. أقررتم وأخذتم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا هذا تسهيل. أقررنا. نعم يا شيخ. تسهيل. قال أقررت ثم نعم أقررت. نعم. نعم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ارفع المصحف يا شيخ خندرة، عفوا يعني يا شيخ خندرة. خلاص أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. طيب بارك الله فيك يا أستاذة ليلى، وفيكم ورحمة الله جزاك الله وبركاته. خيرا. نعم. طيب الذي كم بقي يا شيخ خندرة؟ Ya, silakan. Akhi siapa yang sekarang? Usman, Akhi Usman silakan. بقي كم شيخ عثمان والشيخ سندي؟ نعم بقي رجلان إن شاء الله. نعم، لأني عندما ينتهون ربما سأخرج إن شاء الله، عندي يعني جاءني أخي من الخارج. نعم نعم silakan نعم Akhi Usman. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا من بالله هنا من بالله هنا من بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما ليس بمصر إشباع يا شيخ عثمان. معلش كنا إشباع وما أنزل ست حركات على إبراهيم، ست حركات. نعم نعم وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّ
والنبيون من ربهم لا نفرق بينهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله صوتك يا شيخ؟ كفى يا شيخ محمد، راينا انت عفوا يا شيخنا. نعم يا يا شيخنا، استاذ انت، نعم انت حاضر حاضر يا شيخنا. صوته غير واضح يا شيخ خمرة، لا اعرف هل تسمع انت جيدا ام ماذا، يتقطع. صوته جيدا، اه ممكن تقطع شيئا فشيئا، ولكن صوته جيد جيدا يا شيخنا. أعرف أعرف، لكن هناك بعض الأحكام تذهب عندما يتقطع الصوت. ربما تقف في مكان جيد يا شيخ عثمان حتى نسمعك جيدا إن شاء الله. نعم، cari cari sinyal yang lebih baik أخي. Afwan barakallahu fiik. نعم 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 يا شيخ. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم
ملك الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك يا شيخ عثمان، جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ أبو راتب. أمين أمين أمين. Afwan, Afwan Syekh, ada yang mau ditanya di ayat 84 sebelum lanjut. Ketika ada di kalimat wama utia Musa wa Isa, berarti untuk mode apa? Bacaan pertama ketika mad badal dua harokat, zawatul ya pada Musa dan Isa dibaca fathah ya Syekh. Mohon diterjemahkan. Kita waktu ya Syekhona Musa wal Ais Musa wa Isa hada yani fathah ya Syekhona nakruha fathah okay. تقرأ بالوجهين إما بالفتح وإما بالتسهيل، عفوا بالفتح أو بالتقليل، تقرأ بالفتح إذا قصر مد البدل وتقرأ بالتقليل إذا توسط وأشبع مد البدل. Baik, Ukti, paham? Jadi kalau mad badalnya dua harokat, maka dia di fathah. Tapi kalau dalam keadaan di tidak di apa tidak di dua harokat, maka dia dalam keadaan taklil. Begitu? Waktu tadi pada model yang pertama, ketika kita membaca mad badal dua, berarti Musa dan Isa tetap dibaca Musa dan Isa ya, kecuali ketika kita mengulang di utia Musa dan Isa, mungkin seperti itu. Nam ya syana hakada yani anda nahnu naqra'uha yani mad harakatain fa nahnu naqra'uha fathah ya syana. Naam. Ya, jadi kalau dibacanya mad badalnya dua harokat, dia dibacanya fathah Musa. Naam. Jazakallahu khair. Naam, barakallahu fik ya ustaz. Baik, silakan Iskandi. Barakallahu fikum. Di ayat selanjutnya, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل قائل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. لا لا، من قبل توراة. أن تنزل التوراة. الوقف بالهاء يا شيخ أبو راضي. من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا كان آمنا كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بآيات الله بآيات الله والله شديد على ما والله تعملون شهيد وكان شديد. والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من لا لا، مناما 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 تبغونها. عن سبيل الله منامنا عن تقف على ساكن، سبيل تقف على ساكن، ماشي مناما لا يوقف إلا على ساكن. عن سبيل الله منامنا عن سبيل الله مناما عن سبيل الله مناما تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم بعد إيمانكم بعد إيمانكم كافرين كافرين كافرين. بعد إيمانكم كافرين طيب بارك الله فيك يا شيخ أبو رضي، جزاك الله خير. وفيك شيخ بركة يا حبيبي مهندرا، أنا سأخرج الآن إن شاء الله، إذا تريدون المواصلة تواصلوا، إذا تريدون الخروج فلا بأس إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم بك حريرك الله saya ada tamu katanya harus keluar barakallahu fikum dan semua yang sudah baca jazakallahu khair kita akhiri saja hari ini barakallahu subhanakallahumma wabihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakallahu khairan katsiran wa jazakallahu khair ya syekh nabi hudurikum barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.